السلام عليكم. تصميم عشب باستخدام برنامج بلندر في أقل من 5 دقائق. أول شيء نضغط على فايل، ثم نيو، ثم نختار جنرال. أول شيء نمسح الصندوق اللي معنا هنا، نضغط على حرف الديليت اللي في الكيبورد، ثم بعد ذلك نضغط نختار اللي هو آد، ونختاره اللي هو صفيحة، ثم ندير سكيل حرف الإس، كبره بالكيفية هذه، مش كبير هالبا واللي يكون عندنا هنا. ثم بعد ذلك نجي لبارتيكولر سيتينجز، ونجي نضغط على حرف الزائد، ثم نختار الهير، بعد ذلك اختار ادفانسد، ثم بعد ذلك دير عدد العشب او شعرات العشب، ولتكن 20,000، انتر. ثم بعد ذلك تختار اللي هو هير لينث اللي هو الطول بتاعه، دير 0.25، كويس. فهذه النتيجة الأولية. بعد ذلك لابد، بما أن فعلنا الأدفانسد، حتظهر لك الفيزيكس، تضغط عليها ثم نختاره اللي هو هنا اللي هو 0.3، يكون في تشتيت بقيمة 0.3، وهيك أصبح مشتت معي بالكيفية هذه. ثم بعد ذلك نضيف صفيحة، ندير أد، ثم نختاره اللي هو بلين، نضيف صفيحة ثانية يعني بالكيفية هذه، ثم نضغط على حرف الإس، ندير سكيل بالكيفية هي، سكيل سكيل سكيل، ولتكن بهذه الكيفية. ثم بعد ذلك نجي ونختار اللي هو اللون، نختار العشب من جديد، نختار اللون ماتيريال بروبرتيز، ثم نضغط على نيو، ثم نختار اللي هو اللون بتاعه وليكن اللون الأخضر، ثم ندكنه شوية وليكن مش داكن هلبة، يكون خفيف بالنوعية هذه. ونختار الريندر، لاحظ ان العشب مغطاش المساحة الكاملة، فنرجع نجي للبارتيكولار سيتينجز او بروبرتيز، ونضيف وندير عدد فرضا 40,000، انتر. وهذا هو العشب متاعي، وهذه النتيجة النهائية. نتمنى تكونوا استفدتم معي، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.